السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالع طلعة خفيفة الحقيقة. أنا كنت مجهز نفسي الرحلة للخيران، مجهز شغلي وخلاص، يعني بحط أغراضي وأضبط شغلي، يعني أنا سرانير وأغراضي كلها هني بشيلها وأحطها هناك، عشان على آخر لحظة جتني ظروف كنسلت الرحلة وشفت ان المايه مو موافقه يعني حتى اني اطلع، فكنسلت الرحله وقلت ان شاء الله ملحوقه بعدين في اجواء احسن وظروف احسن، فقلت ما يصير اقعد هالشكل، لازم اطلع يعني طلعات خفيفه، يعني المهم نوصل البحر نستانس وهذا. ولو ان اليوم، يعني اليوم انا بطلع جمعه، يعني الجمعه ما شاء الله الناس اللي قاعدين ما سافروا كله يروحوا البحر يعني، فان شاء الله ان ما حصل زحمة يعني، بس أنا هذا اللي ضايقني إذا صار في زحمة. وأنا بروح نفس مكان اللي كنت أروح له، لأن أحس إنه هادي يعني قليل الناس فيه، والصيد هادي، هذا علم عند الله، والله يوفقنا إن شاء الله إن أنت توفق في صيد بإذن الله. ونقول لك العادة، بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله توكلنا على الله. على الحر خلاص، الحين أجواء حارة، وحنا قبل متعودين على الحرارة، بس اللي سبب حياتنا الرفاهية اللي حنا فيها. يعني أنا أذكر وأنا صغير، يعني حكي بالستينات، يعني مو شوية ولا يعني صغار، احنا عيال. اتذكر بالقوايل النهاية الحباي، معانا النباطة ومدري ايش، نطرد العصافير، بس نروح نركض حق البرمة نشرب ماي. ليش؟ تعودت اجسامنا على الحرارة، خلاص صار عندنا الجسم تكيف. وبعدين كبرنا الى اذكر عقب حطينا مكيف، اول مكيف نشغله بس وقت النوم. بعدين شريت سياره ما فيها مكيف. ليش؟ لا، اجسادنا يعني متعودين، اجسادنا يعني قاعده تعود على الحراره. يعني انا اذكر مره ضرب علي بنشر الظهر، فكيت البنشر بيدي الظهر، مسكت التاير والرينج وبدلت التاير وركبته ومشيت. الحين اسويها؟ لا والله ما اسويها. فلما عشنا عاد حياتي، السياره مكيف، البيت مكيف، دوام مكيف، وين ما تروح خلاص اجسادنا ما عاد تتحمل، تعودت على البراد. فالجسم دائما على الجو اللي يتعود عليه. حتى يعني تشوف انت الاوروبيين متعودين على البرد، يتسبح بالثلج، بحيرة مثلجة يدش فيها يسبح فيها. ليش؟ أجسادهم تعودت على الدرجة هذه. فالمسألة إنه الإنسان يتكيف هاي الأجواء اللي يعيش فيها. اللي تشوف اللي بالبر يتحملون، اللي بالغابات، اللي بكذا، حسب الجو. الأجساد سبحان الله، جسم الإنسان جسم جبار، يتعود على
جميع الأجواء ويتكيف فيها. إن شاء الله النفس نعيننا وهالحرارة ما نقول لها الله يجيرنا من النار وياكم. والله إن شاء الله سهل أمورنا بإذن الله ونكمل طريقنا إلى أن نوصل إن شاء الله مكان اللي نبيه بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت المكان، رديت على مكاني الأول، أول واحد كنت أفتكر يكون في زحمة، فلقيت سيارات خفيفة فقلت خلنا أقعد فيه لأن المكان واسع وإن شاء الله إن نقعد الليلة ونستانس. فالحين نازلين ننزل أغراضنا إن شاء الله. نبي ننزل أغراضنا كالعادة والله يعين إن شاء الله. والله يبي ناس لكن البحر واسع. المهم نقعد نسمع صوت الماي. الشيء الجديد انه كان عندي قبل مكينة ملاوزتني ورحت خذيت هذه المكينة، هذا حق زريطي حق صيد شو اسمه صلاخة يعني مجوة، وهذا هذه حلوة. كانت المكينة الأولى مالت لفاح حق حرير وما تاخذ خيط، يعني تقريبا يوم حذفت هذيك المره كل شو اسمه راحت. خلنا ناخذ هذا كده نحصل زوري ان شاء الله. بسم الله الحصه والله ساعة للعصر جينا بكرامة كلب شيء حشة. هذه ضروري نحطها لي نجيب الحديدة هذه ماكو بس ناخذ ستيريو. ناس الباب يلا توكلنا على الله يسهل امرنا ان شاء الله. بسم الله الله يعني السيف إن شاء الله مو وذيك الزحمة. هذه ناس هناك ناس يعني ما كله أتطرف من هناك هني عشان نزلة قريبة فالناس أكثر شيء يجون قريب مني. أحاول إن شاء الله أبعد والله ما أكون
ما في هذاك مكاني الأول، ما كل أقعد بين هذولا لأن الصوب زحمة. زين قاموا يروحون، بسم الله. اليوم فساد، حمل بعد يومين، بس الله كريم جينا شيء إن شاء الله. إن شاء الله ما حد يزعق، هذول يسبحون عند مشكلة ليت سباحة. يلا هذا المكان إن شاء الله ما في أحد. بسم الله كان لا بأس فيه. بسم الله ما نقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نبلش إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. هذه أول حلقة لعودتني الصغيرة، مدينة جديدة وخير جديد. فطلعت وفرنا الله كريم، إن شاء الله ما تحوش لشيء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول سكة اليميامة. أنا من يوم قاعد أقط خثاق، الخثاق طلع مرتين من الفريزر وراده. طبعاً إيش صار؟ الزفرة مالته راحت. أقطة أحط فيه ما قاعد يضرب عليه شيء. أقطة وطلع مثل ما هو، ما أشوف عليه نابل. اضطريت شو أسوي؟ إني الحمد لله جايب هذا. هذه تزفيرة عندي من زمان. ما اعترض علي اني اجيبها معي، فبدلت اليم وحطيت عليه من التزفيرة هذه، كان يضرب علي اليميام هذا، فاتوقع ان من هذا له شغل زين ان شاء الله. الحين بنسوي اصلاخه بيشتغل عليها عاد كبيره طازجه والله كده.
هذه الثانية راح أوقفها شوي سنارة، إذا خفت علي خلصوا أدقنا فيها مرة ثانية. روح أبيت حط لها صباخة. هذه ميامة ثانية حقيقة، وين نسيتني وين أسحبها ثقيلة الله وياها قصيح. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصيد ضعيف ضعيف ضعيف، ما في اليوم ياك ننتظر الله كريم. الله الله كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، لله الحمد، بفضل الله ثم الأصلاح اللي قمنا نشتغل عليها. شوف الشهر الطيب هذا اللي الله وفقنا فيه، مع أن المايا قاعد تثبر، لكن أمنا بالله كان كبير، والحمد لله كان الشهر الطيب اللي نبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا على مشارف نهاية حتاق الليلة الحمد لله، كانت خاتمة طيبة الحقيقة. ان يعني من تجربتي شفت ان اقوى صراخة هي صراخة اليميان، صراخة قوية يلا تطلع من الميدار، وهذه زينة انها تطول، ما بسرعة ياكلونها مثل المشوة ولا المعدة، تطول يعني حق سفكة تجي تكون موجودة تضرب عليها. اليميامة صراخة ممتازة وقوية، ومثل ما شفت ذيك المرة والمرة كلها ضرب على صراخة اليميامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما لنا حظ بقباقب، هذا ظهر نايم على عليه الميادير قبقب، ويوم جيت انا حتى الله كريم ان شاء الله نحصل واحد.
الله الرحمن الرحيم. خلص حداقنا الليلة حقيقة سحبة ونستني ثقيلة. الله قصة. اللهم لك الحمد. الحقيقة أول ما جيت يعني كان زحمة ما في شيء من البداية. اضطريت يعني أحاول محاولات، حطيت تسفيرة ساعدتني شوي على الخطاق تطلع لميام، والليميام سويت اصلاخة توفقت بسيت الشهرية، حتى اني ابليس اعوذ بالله قال ليش ما رحت مكاني الاول اللي كنت اروح وهو قدامي من هناك. لكن سبحان الله كان في 4 أو 5 حداقة بنفس مكان زين ما رحت، يعني كان صار ضيق وما ترتاح بالحداق. قلت اغني مكاني واذا لي نصيف راح يجيني، وجاري نصيفي والله الحمد ما تحب شيء، وتوكل على الله ونشوفكم على خير. أكل سمكة يلا توكلنا على الله. قدامك قدامك شهلج طازجة طازجة خايفة لا يكون وعاجبتها. اي زين الحمد لله الحين رادين للسيارة لله الحمد. كانت ليلة حلوة طيبة استانسنا فيها، اللهم لك الحمد والشكر. خليها حق القطاوة هني، يجون القطاوة ياكلونه. بسم الله هذا هني تنقص مقص الثاني مدري وينه ضايع، لكن حاط لي سبير وفادني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد. خلص حداق الليلة يعني أنا جاي متوقع إن ما أفسد شيء، أنا عارف الوضع يعني، ولكن الواحد ما يفقد الأمل إن الله سبحانه وتعالى يوفقه في صيدة تفرحه ويستانس، وهذا اللي حصل يعني. فالحمد لله
صدق يعني ما رحنا رحلتنا لكن استانسنا، والصيد اللي يجيك من الله تفرح فيه يعني، مو ذاك الصيد هذا، لكن لما تصيد مثل الشعريه هذه او غيرها يعني صيده حلوه تفرحك. هذا يعني اللي في الحداق، ويكفي غير جو، قاعد على البحر ولاهي وقط وانا طالع النابر، يعني حتى طبيعتي تختلف لما اكون يعني في البيت او يعني للجو العالي، تقول ثقيل وحالتك حاله، لكن سبحان الله من تجي البحر تخف، تصير خفيف وتحرك وتجي وتستانس. وهذه يعني هوايه الحداق، الحمد لله على هذه النعمه، وان شاء الله هذا طفى علينا الليت. ايش فيه؟ عفا ايش فيه؟ ايه اخيرا شب على، كنت خنس بس السياره، خليني اشوف المفتاح شغلها. بسم الله الحمد لله، ظاهر البطاريه فيها ضعف ولا ما تسوي كذي. الحمد لله، وان شاء الله اذا لنا نيه نطلع طلعه ثانيه ان شاء الله ممكن باذن الله، اذا الظروف تساعد، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.